أهلا بكم. أي شعوب هذه في دول محور المقاومة؟ تستنشق الوقفات التضامنية والمنددة بإجرام الكيان صباحا، وزفيرها صواريخ ومسيرات في قلب المواقع الصهيونية مساء. لا يهابون التهديدات ولا يتراجعون أمام الهجمات، يقيمون الصلاة جهارا في طهران ويتظاهرون وسط بغداد ويقيمون المسيرات في صنعاء. أما في لبنان فلهم مع الصمود قصة سيخلدها التاريخ جنبا إلى جنب مع تضحيات غزة في فلسطين. مجتمعات قارعت التحديات ووقفت أمام كل الظروف، لم تنثني، لم تنكسر، لم تهادن، وسطرت ما سطرت من ملاحم جهادية بوجه الاحتلال الغاصب. أما الحكومات، المنظمات، المؤسسات وخصوصا الدولية فلا صوت للإنسانية ولا حراك للضمير، وكل ما يرد في بياناتهم، تصريحاتهم، مؤتمراتهم وقممهم ليس سوى أكذوبة تتكرر بصورة شبه يومية. ولنا في الشجاعة حكمة تقول: لا تطلب الموقف من جبان خانع. ونحن واثقون جدا بأنكم لن تفقهوا من كلامنا شيئا، فحليمكم لا تكفيه الإشارة. أجدد الترحيب بكم مشاهدينا الكرام. نفتتح حلقتنا وإياكم بتقرير الزميل شيبان سامي عن الوقفة التي نظمتها الجماهير العراقية في ساحة التحرير تضامنا مع الشعبين الفلسطيني واللبناني، واستنكارا لجريمة اغتيال الشهيد القائد السيد حسن نصر الله. نتابع. مظاهرات حاشدة شهدتها العاصمة بغداد تنديدا بمجازر العدوان الصهيوني على غزة ولبنان، ورفع المتظاهرون من جمهور المقاومة العراقية أعلاما فلسطينية ولبنانية ولافتات منددة بالحرب، فضلا عن مساندة المقاومتين اللبنانية والفلسطينية اللتان تخوضان أشرس المعارك ضد الكيان الغاصب. هذه الوقفة لها جوانب. الجانب الأول هي وقفة مساندة ومؤيدة للمقاومة الإسلامية في شتى أماكنها، ونقول للمقاومين الأبطال: نحن معكم وأهلكم ومن خلفكم، وإذا ما احتجتم لأي مدد أو دماء فهذه دماء المؤمنين حاضرة وجاهزة، ونحن مستعدون للتضحية ومقدمون عليها إن شاء الله. اليوم رسالة الشعب العراقية: يجب إيقاف هذه الإبادة الجماعية التي تقوم بها القوات الصهيونية على أهلنا في لبنان وفلسطين. اليوم الشعب العراقي قام بمحافل كثيرة، قام بأعمال كثيرة من ضمنها إرسال قوافل الدعم اللوجستي الإغاثية إلى أهلنا في لبنان وفلسطين.
وردد المتظاهرون هتافات لبيك يا نصر الله مع استذكار دماء الشهداء من أبطال المقاومة الإسلامية وفي مقدمتهم الشهيد السيد حسن نصر الله، مؤكدين أن استشهاده يشكل حلقة جديدة في سلسلة تضحيات القادة الذين قدموا أرواحهم دفاعا عن الأرض والعقيدة والمقدسات. لا ننسى دماء شهدائنا الأبرار وبالخصوص البطل المقاوم السيد حسن نصر الله. هذا الدم الذي سال، صحيح أنتم أخذتم من عندنا جسد السيد حسن نصر الله، ولكن لن تستطيعوا من الروحية التي يملكها أبناء العالم أجمع من هذا الشخص العظيم وهذه القوة وهذه الروحية، فإن دماء الشهداء تولد، وانتظرونا وبدأ النصر عليكم. رغم كل هذه ربما الظروف القاسية، إلا أني أرى النصر قريبا جدا، ومع بعد هذه المحنة سوف يكون نصرا عظيما بإذن الله، كما وعدنا السيد حسن نصر الله وكما وعدتنا قيادات المقاومة. الآلاف من المتظاهرين العراقيين يقفون بوقفة احتجاجية ضد جرائم الكيان الصهيوني في غزة ولبنان، مؤكدين السير على نهج قادة المقاومة الإسلامية لتحرير القدس. من بغداد شيبان سامي، قناة الأيام الفضائية. محور الحديث في حلقتنا لهذا اليوم راح يكون عن دور المقاومة الإسلامية في العراق إزاء ما يحصل في غزة ولبنان عبر الوقفات الجماهيرية وضربات الصواريخ والمسيرات التي تستهدف حيفا وإيلات. نناقش بهذا المحور مع ضيوف رئيس مركز المعلومة للتحليل السياسي الأستاذ سلام عادل. مرحبا بحضرتك. والباحث في الشأن السياسي الأستاذ رافد العطواني. مرحبا بجناب أستاذ رافد. أستاذ. وعبر سكايب الكاتب والإعلامي اللبناني الأستاذ مرتضى حسين. أستاذ مرتضى مرحبا بحضرتك. أهلا وسهلا فيك. أهلا بجناب. أهلا بجناب. أستاذ سلام، المقاومة الإسلامية في العراق تقصف إيلات صباحا، جمهورها ينظم وقفة تضامنية عصرا في ساحة التحرير. ما هي الرسائل التي يحاول إيصالها إلى الكيان الغاصب في هذا التوقيت؟ شكرا جزيلا لك ولهذه الاستضافة الطيبة، الضيوف الكرام وجمهورنا العزيز. بلا شك العراقيين يعيدون التعبير عن نفسهم والتأكيد على أنهم أبناء الدولة العراقية التي لطالما وقفت في وجه الكيان الصهيوني وكانت سدا منيعا ضد التطبيع. هذا هو عراق الحسين الذي يجدد نفسه بعد الفترة التي ضعنا فيها بما يسمى عراق بريمر، وحاولوا جعل العراق مجرد من تاريخه، من دينه، من أصوله ومن دوره الحضاري بالمنطقة. العراق اليوم الجديد يعيد إنتاج العراق التاريخي اللي ورثناه عن الآباء والأجداد بهذه المواقف الصلبة. العراق مو دولة حديثة اليوم إجت حتى تفرض عليه سياسات مستوردة من هنا وهناك. العراق لطالما كان منتج للمواقف السياسية ومنبع أفكار مهمة أسست لحضارات المنطقة أكملها. هذا العراق اللي أسس الحضارة العلوية والحضارة العباسية والحضارة الفاطمية لا يمكن أن يكون بهذا الحجم الصغير، أن ينساق وراء موجة التطبيع التي سارت خلفها بعض الأمارات والدولات الحديثة النشأة. العراق الآن كما رسم التاريخ سيرسم المستقبل، وهذه الهبة الشعبية التضامنية والعراق الآن الرسمي والعراق الآن الشعبي والعراق الآن المرجعي يؤكد مرة أخرى على أنه رؤية الآباء والأجداد تجاه هذا الكيان اللقيط كانت رؤية صحيحة، خصوصاً بعد أن كشر هذا الكيان اللقيط عن نواياه الحقيقية بشكل رسمي هذه المرة. سابقا كنا نسمع أن هناك نصوص توراتية تقول أن هناك دولة ستظهر بأطماع توسعية تريد أن تبتلع المنطقة من الفرات إلى النيل. اليوم صار الإعلان رسمي. أستاذ سلام، اليوم المعترضين على موقف أو مواقف المقاومة إزاء القضية الفلسطينية والمقاومة اللبنانية يقول لك أنت كمقاومة عراقية غير مؤثر بالمعادلة، يا أخي ليش تجر العراق لمنطقة الصراع؟
اولا ذول المعترضين اقليه الاقليات، ملاحظ انه الاجماع الشعبي العام، الاجماع السياسي على الاقل، والاجماع المرجعي موقفه واضح في دعم القضيه الفلسطينيه. هسه ذول الاقليه اللي يحاولون يثبطون واللي يحاولون يمررون خطاب التهوين والمتاثرين بالخطاب الصهيوني، ايش قد قيمتهم، ايش قد تاثيرهم مقابل هذا الاجماع؟ انا اعتقد لا شيء. ولكن مع ذلك نقول هذا مشهد اعتدنا عليه، مثل ما شفناه بداعش، يعني بداية الأحداث داعش وش قد اعترضوا وقالوا لا وين رايحين وشنو فتوى الجهاد كفائي، وخلطوا الأوراق علينا وقالوا هاي سياسات اسمه شنو. بالنتيجة اكتشف الجميع واقتنع الجميع من أنه هبتنا بوقت مبكر لصد داعش والقضاء عليه كانت رؤية صحيحة أنقذت العراق من الذهاب نحو النهاية. لو ترك داعش من دون فتوى ومن دون هاي الهبة الشعبية كان الآن لا أكو عراق، لا أكو بغداد، لا أكو نجف، لا أكو بصرة، لا أكو كويت. كانت أسست هاي الدولة الخرافة التكفيرية المجرمة وابتلعت الأخضر واليابس. الآن نفس المشهد، الآن الآن هم نحذر، هبينا في وقت مبكر، قلنا يا جماعة أكو مخطط خطير لابتلاع المنطقة. رئيس هذا الكيان على منصة الأمم المتحدة رفع خارطة قال جئناكم بدولة إسرائيل الكبرى، دولة إسرائيل الكبرى راح تاكل العراق من شمال لجنوبه. يعني لا تبقى دهوك، لا تبقى أربيل، لا تبقى رمادي، لا تبقى كربلاء، لا تبقى نجف وإلى آخره، بما فيها المملكة العربية السعودية، بما فيها مصر، بما فيها الأردن، بما فيها سوريا. وبالتالي نعيد ونكرر أنه موقف المقاومة العراقية ينطوي على قراءة استراتيجية مهمة قائمة على أساس عرقلة استراتيجيات كبرى تريد المنظومة الغربية. المعسكر الغربي فرضها، حرب 2006 في لبنان ما ظهرت لأنه اللبنانيين أو حزب الله متعافي، وإنما كان هناك مشروع خطير اللي هو الشرق الأوسط الكبير، وكانت هذه الحرب قائمة على أساس إنهاء هذا المخطط. ونجح حزب الله الأبطال بقيادة سماحة السيد الشهيد حسن نصر الله في قطع الطريق على هذا المشروع وتنفسنا الصعداء. الآن هذه المشاريع التعامرية تعيد إنتاج نفسها من جديد. جيد جيد، أحسن أستاذ رافد. أسألك اليوم، اليوم العراقيين متعودين أنه بالمواقف اللي المتفق عليها خاصة اللي تمس الأرض والأرض والمقدساتنا الإسلامية، أغلب قياداتنا تتفق على رأي واحد وتوجيه واحد. اليوم البعض يسأل على مواقف التيار الصدري سيد مقتدى الصدر. لا تبتسم، بس أنا أنقل لك تساؤل. يعني هنا عندنا مثلا كانت أكو تظاهرات دعا لها سيد مقتدى الصدر قبل استشهاد السيد حسن نصر الله بهذا البيان اللي مطلع عليه حضرتك. بعد الاستشهاد مباشرة سيد قال أنه من المنطقي إلغاء المظاهرات المليونية المرتقبة، فما عادت تجدي نفعا مع هذه التعديات الإسرائيلية ضد الشعوب. البعض يسأل ليش السيد لغى هذه المظاهرات المليونية، وأيضا بعدها نزل أنه يعني رفع الأعلام العراقية وقراءة الدعاء. تحية لجنابك أستاذ محمد، أيضا لضيفك الكريمين وكل عاملي ومشاهدي قناتكم الموقرة. أنقل عزائي وعزاء الشعب العراقي للإعلامي المهم السيد حسن بوفاة السيد البطل حسن نصر الله وكوكبة من اللبنانيين. حقيقة هو يعني أنا أكو مفارقة، يعني إحنا مع الشعب اللبناني حقيقة. يعني أنا هذا اللي التمسته أنه كأنما حسن نصر الله عراقي، يعني شعورنا كعراقيين حتى عامة الناس، يعني هاي المرأة الكبيرة، الطفل الصغير، بكاء حقيقة. يعني كان مؤلم المشهد. تسألني عن مواقف سماحة السيد مقتدى الصدر، أنا ما راح أجاوبك على مواقف سيد مقتدى الصدر، لأن مقتدى الصدر أنا ما أسأل على مواقفه، وأنا لا 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 أقول تساؤل. بالضبط، هو بالضبط راح أجاوبك عن هذا التساؤل. لو تراجع استشراف السيد الشهيد الصدر الثاني محمد محمد صادق الصدر في أحد خطبه، في أحد خطبه سنة 1998 يذكر نتنياهو بالنص. فمقتدى الصدر وجمهور التيار، التيار الوطني الشيعي حاليا، التيار الصدري سابقا، هو خريج مدرسة إنمائية بشرية إسلامية زرعها سيد محمد محمد صادق الصدر تسعينيات القرن الماضي. جيد.
وقال كلا كلا إسرائيل، كلا كلا أمريكا، كلا كلا استكبار. لكن المواقف المتجزئة بالنسبة لسماحة السيد مقتدى الصدر، أنا حقيقة بعض الأحيان مقتدى الصدر يعني الكثير ممن يعني يلاحظون تصرفاته سلوكياته عند قراءة للمستقبل. المظاهرة دعا إلها أبان انعقاد يعني انعقاد جلستين، جلسة في قطر وجلسة في القاهرة. مخرج جلستين كانت كأنما تنظيم لعملية هدنة أو إيقاف الحرب في غزة وكذلك في جنوب لبنان لاعتداء الكيان الصهيوني. كانت هذه أثناء الانعقاد، يعني كان لم يكن هنالك رفضا صهيونيا بالمناسبة، كان هنالك تفاهمات في قطر وأيضا في القاهرة. استشرف مقتدى الصدر أن هنالك رفضا للكيان الصهيوني لإيجاد حل أو هدنة أو اتفاق سلام يعقد بين الطرفين أو إيقاف الإطلاق. بالمقابل بالمقابل هنا فقدنا سيد المقاومة، فقدنا السيد حسن نصر الله. خلينا نتدرج بالأحداث حتى يصير الصورة واضحة. الغاء المظاهرة طبعا هذا جاء أثناء انعقاد هذه الحوارات. الغاء المظاهرة كان بعد الاستشهاد؟ لا، قبل الاستشهاد. الإغاء صار قبيل حادثة البيجر، الحادث الإرهابي لتفخيخ أجهزة البيجر. ألغى سماحته لدواعي أنا من وجهة نظري، أولا دواعي تكتيكية لأن لم يعد التظاهر وعمليات الاحتجاج توجي يعني تجدي نفعا، وخاصة يعني تقصد دواعي أمنية أكو تهديدات من الممكن. دعني أكمل، أولا دواعي سياسية ودواعي أمنية. دواعي أمنية باعتبار أنه عادة التيار عندما يخرج ملايين زين. الكيان الصهيوني الآن يستخدم ما تعرف بالبصمة الصوتية، وربما الاختراق الأمني أو الأجهزة السبرانية التي يستخدمها الكيان الصهيوني عالية الجودة يعني بتفاصيل كثيرة. البعض يقول لك اليوم من المستهدف أكثر، جمهور التيار الصدري في العراق لو الملايين الإيرانيين اللي طلعوا يصلون وراء الإمام الخامنئي هسه وهم بوقت استهداف يعني وضع نعم حرج. نعم هسه شوف، ممكن احنا ماكو فرق بين المسلم الإيراني والمسلم العراقي، يعني كما ونوعا ماكو، يعني احنا ما نقيس هذا الموضوع بهكذا مستوى باعتبار ان الجمهورية الإسلامية يعني اكثر كدولة اكثر حفاظا بمنظومة الأمني، اقل اختراقا بالنسبة للعراق وخاصة العراق، بشهادة الكثير من الخبراء الأمنيين انه مخترق. زين، باعتبار انه احنا نعطي شهداء اكثر لو نحافظ على هذه ديمومة الزخم الجماهيري اللي يمتلك التيار، وهو اكبر قاعدة جماهيرية يحظى بها الشيعة داخل بغداد. وبالتالي أنا أعتقد سماحة السيد كان مع المقاومة منذ اليوم الأول، سواء كان 7 أكتوبر أو ما يعرف طوفان الأقصى، كان له خيارات سياسية. كان شوف مقتدى الصدر بالسياسة الاستراتيجية الدولية يعني الشرق أوسطية تدخل. ممكن نشوف السيد مقتدى الصدر في بنك الأهداف الإسرائيلية، وأيضا اليوم بعض يقول ليش ما شفنا موقف للتيار الصدري عندما تم استهداف سماحة المرجع الأعلى السيد علي السيستاني عبر وسائل الإعلام الصهيوني. أقرب كيان سياسي الآن وشخصية سياسية معممة للمرجعية الدينية هو مقتدى الصدر، وحتى قراءات بعضنا تحليلا لعودة التيار السياسية هي جاءت من بوابة مرجعية السيد علي السيستاني، وهذا من المسلمات. عندما أتذكر سنة 2004 عندما حدثت انتفاضة النجف بين الاحتلال الأمريكي وجيش الإمام المهدي، هو يقول سماحة السيد مقتدى الصدر أنا أقدم مدينة جدي أمير المؤمنين بطبق من ذهب لمرجعية السيد علي السيستاني. فهذه من المسلمات، لا يعني منتفية الحاجة، يعني أنه أظهر أني امتعاضي من موضوع الاستهداف. جمهور التيار الصدري جمهور مليوني يوصل رسالة مهمة، احنا وصلناها، احنا كمقربين مع فكرة الإصلاح التي دعا سمعت. أنا شخصيا ظهرت وطالبت الحكومة العراقية، طالبت الأزهر الشريف،
طالبت الأمم المتحدة، طالبت أيضا جامعة الدول العربية. هذا من المسلمات المرجعية، سواء أي مرجعية، هي مرجعية السيد علي السيستاني أو مرجعية السيد علي الخامنائي أو مرجعية السيد محمد صادق الصدر، هي رمزية لإسلام كبير. فضرب اسم المرجعية وإظهار صورته هي جزء من حرب نفسية بالمناسبة. نعم. يعني إظهار بعض الشخصيات ذات الصبغة الدينية، يعني أنا شبهتهم بالنمس. هذا شايف هذا النمس، عندما يظهر لك شخص معمم شيعي يعطينا بعض الطروحات، هذه الطروحات هي أعتقد هي رسائل صهيونية تمرر عبر بعض القنوات العربية لتثبيط المجاهدين، لإرسال بعض المعلومات، لاستشراف موقف معين، لإصدار صوتا معين داخل المقاومة من أجل كشف خطوط المقاومة، من كشف دفاعات المقاومة. أنا أعتقد هذه الشخصيات وحتى بانوراما السيد علي السيستاني هو جاءت بوقت تريد حكومة نتنياهو المتطرفة خلط الأوراق، باعتبار أنه السيد علي السيستاني استهدافه هو استهداف للسلم الأهلي. بالمناسبة أنا طالبت حتى من قبل الحكومة العراقية وطالبت يعني المنظمات المعنية بالملف الديني أو الدينية أن ترسل تبرق للبابا فرانسيس بإصدار شجب واستنكار لإقدام القناة الصهيونية 14 والتجاوز على رمزية السيد علي السيستاني. نعم. أستاذ حسين، أرحب بحضرتك مرة أخرى. أعتذر عن الخطأ الوارد كان في اسمك، الأستاذ حسين مرتضى الكاتب والإعلامي اللبناني. أستاذ حسين، من وجهة نظرك ماذا قدمت المقاومة الإسلامية في العراق لنصرة مقاومة وشعوب فلسطين ولبنان؟ هل أدت ما عليها أم أنكم تتأملون دور أكبر؟ تفضل. طبعا يعني بعد التحية لك وتحية لضيفيك الكريمين، تحية للمشاهدين، نترحم على أرواح الشهداء، نوجه التحية للمقاومة أينما وجدت هذه المقاومة، ودائما نترحم على روح سيدنا وقائدنا سماحة السيد حسن نصر الله رحمه الله. انطلاقا من السؤال الذي تفضلت به والنقاش الذي يدور مع ضيفيك الكريمين، طبعا نحن نعرف أهمية الدور الذي تقوم به المقاومة العراقية والعراق بشكل عام، يعني على مسارين. يعني هنا أتحدث ولو يعني فصلت بجزء معين لأنه مهم. الدور العراقي على مسارين، مسار مرتبط بما تقوم به المقاومة العراقية، ومسار مرتبط بما تقوم به الدولة العراقية كدولة من ناحية الحكومة والقوى السياسية. أي بمعنى أنه نحن نعرف كذلك أهمية الموقف السياسي، أهمية الدعم المطلق من قبل الدولة العراقية، وكذلك العمليات المساندة. مهمة جدا موضوع المساندة الذي قامت به المقاومة العراقية منذ الأيام الأولى لمساندة الشعب الفلسطيني، وكذلك مهم ما تقوم به اليوم باتجاه تخفيف العبء عن المقاومة في لبنان، ولو أنه البعض يقول أنه ممكن أن تصعد أكثر المقاومة العراقية. هذا الأمر مرتبط بما له علاقة بالميدان ومرتبط بما له علاقة بالسياسة، وهناك الكثير من الالتزامات، الكثير من التجاذبات في الساحة العراقية. نحن نقدر هذا الأمر، يعني من مصلحة المقاومة في لبنان، مصلحة الشعب اللبناني أن يكون هناك استقرار سياسي في العراق، وبالمقابل كذلك ما قامت به الدولة العراقية على صعيد تأمين المساعدات للشعب اللبناني، إرسال مساعدات، استقبال زائرين لبنانيين كما أسمتهم ضيوف لبنانيين كما أسمتهم الحكومة العراقية، هذا الأمر هو عمل متكامل. طبعا هناك عمليات نوعية نفذت بما له علاقة بالرسائل التي وجهت في بداية الأشهر الأولى للأمريكيين مباشرة، وقتل بعض الجنود الأمريكيين، واستمرار العمليات باتجاه العمق الفلسطيني والأراضي المحتلة. أعتقد بأنه تستطيع المقاومة العراقية أن تصعد أكثر، لكن هذا مرتبط إلى أين تتجه المنطقة. الذي تحدث به ضيفك الكريم في بداية النقاش أنه اليوم يعني أعتبر أنه عندما يدرك الجميع أن هناك مخطط
سيطال كل الدول، سيطال الدول العربية. ليست المسألة موجهة ضد الشعب الفلسطيني أو ليست المسألة موجهة ضد الشعب اللبناني. هناك كما تحدثت كونداليزا رايس عام 2006 عن ولادة شرق أوسط جديد، اليوم نتنياهو تحدث قبل عدة أيام عن خارطة منطقة جديدة. إذن المسألة أبعد من الحدود اللبنانية، وهذا يتطلب أن نكون في حرب استباقية حتى لا يتم الاستفراد مجددا في المقاومة بلبنان، ومن ثم ينتقل الإسرائيلي ليستفرد بسوريا، أو ربما ينتقل ليستفرد بالعراق ويبدأ بعمليات اغتيال. الصورة، صورة المرجع الأعلى الإمام السيد علي السيستاني التي نشرتها إحدى وسائل الإعلام الإسرائيلية لها الكثير من الدلالات وخطورة الأمر، وهذا يعتبر بالحرب النفسية بالحرب الإعلامية جس نبض. كيف تعاملت الشعوب مع ذلك؟ كيف تعامل الشعب العراقي مع ذلك؟ ردة الفعل العراقية ليبنى على شيء مقتضاه، وبمعنى آخر أنه نتنياهو لمح إلى موضوع البدء في مرحلة ما باستهداف بعض القادة العراقيين، إن كان على صعيد المقاومة أو على صعيد السياسة في مرحلة ما. ودعني أكون صريح أكثر معك، لا يوجد هناك بالنسبة للإسرائيلي أي شخصية عراقية مستثنات من هذا الموضوع، يعني بمعنى الجميع بالنسبة إليهم أعداء، ويجب أن تتغير هذه الخارطة. أعتقد بأنه في المرحلة القادمة القريبة جدا وليست البعيدة سنبدأ نشهد تصعيد أكثر من عمليات المقاومة في العراق بالتزامن مع الجبهة المفتوحة في لبنان، بالتزامن مع ما تقوم به الجبهات الأخرى وبالتحديد الجبهة اليمنية. أستاذ حسين، ما هي نقاط قوة جبهة المقاومة العراقية وكيف يجب استثمارها وكيف تؤثر على المعادلة في المنطقة؟ شوف، نحن نعرف اليوم أنه العدوان الذي يجري في المنطقة على فلسطين وعلى لبنان وعلى المنطقة بشكل عام، لأنه اليوم الإسرائيلي كمان يوميا ينفذ بعض الاغتيالات في سوريا واعتداءات على سوريا، ونفذ كذلك اعتداءات على العراق واغتال بعض القادة من المقاومة. هذا الأمر يعني أعتقد بأنه يجب أن يفهم الأمريكي بأننا نحن ندرك أن هذه الحرب هي حرب أمريكية قبل أن تكون حرب إسرائيلية. وإذا لم يتم إيجاع الأمريكي بطريقة تصل الرسائل شديدة اللهجة للأمريكي، أعتقد بأنه سيبقى يراوغ معنا. اليوم الأمريكي منذ عام وهو يقول بأنه لديه ورقة وقف إطلاق نار في قطاع غزة، ومن ثم قدم ورقة إلى لبنان وافق عليها حتى سماحة السيد رحمه الله، وفي نفس الوقت الذي كان الأمريكي يقول بأنه نتجه إلى 3 أسابيع وقف إطلاق نار، الإسرائيلي قام باغتيال سماحة السيد. وهنا بين قوسين، الإسرائيلي عندما قام بذلك الأمريكي يعرف، والأمريكي ساعد والأمريكي ساهم وقدم كل ما هو مرتبط بالمعلومات الاستخباراتية حول سماحة السيد أو قادة المقاومة. إذن اليوم نحن أمام معركة، الأمريكي هو رأس الحرب فيها بواجهة مسمات كيان الاحتلال الإسرائيلي. علينا في مرحلة ما أن نوصل الرسالة الأمريكي بأنك أنت ستصبح هدف في منطقة غرب آسيا فيما له علاقة بالقواعد الأمريكية الموجودة في المنطقة، المصالح الأمريكية الموجودة في المنطقة. نعم. وعليك أن تضغط على الإسرائيلي كي يوقف اعتداءاته، وإلا ستتجه المنطقة نحو حرب مفتوحة، ولكن بالأسلوب الذي يريده محور المقاومة وليس بالسياسة التي يسعى إليها كيان الاحتلال الإسرائيلي. جيد. أستاذ سلام، موقف المقاومة العراقية مؤثر ومؤثر جدا، والدليل أن هناك رسائل شكر وثناء على دور المشادة خاصة من السيد حسن نصر الله، والجبهة الفلسطينية والجبهة اللبنانية. إذن هذا لوحده رد على المشككين والذين يحاولون أن يضعفون ويثنون دور المقاومة وتأثيرها في المنطقة وعلى ساحة الصراع بشكل عام. يعني شوف، أنا عجبني كثيرا تعبير الأخ الأستاذ حسين من كون الحرب هذه حرب استباقية. اتفق معه تماما بهذا الوصف، وهي حرب يجب أن نقودها لعرقلة مخطط كبير يستهدف المنطقة. واضحة هذه أنه معركة وجود، يا أما أن نبقى في بلداننا في أرضنا حافظين على ديننا على ناسنا على شعبنا، أو نذهب إلى ما يسمى تهويد المنطقة.
وتهويد المنطقة رؤية أكثر من خطرة، لأنه إسرائيل اليوم هي ليست إسرائيل قبل 50 سنة عندما كانت تسوق على أنها دولة علمانية ووطن لليهود يردون يعيشون به في سلام. الآن نحن نتحدث عن إسرائيل التلمودية التي تريد تهويد كل المنطقة، وتهويد المنطقة لا يعني أنه إحنا نصير يهود، لأنه الديانة اليهودية ليست ديانة تبشيرية تقبل من يدخل بها، ديانة وراثية، يعني اليهود فقط هم الذين يعيشون في هذه المنطقة، وعلى كل الديان والقوميات والطوائف تغادر هذه المنطقة. إسرائيل لا تؤمن بالتعايش مع الآخر. طيب ماذا نفعل نحن كعراقيين؟ الآن أكو 3 أدوار، وواضح مشهد توزيع الأدوار في هذه الحرب. أكو موقف رسمي حكومي يلعب أدوار إسناد دبلوماسي وسياسي جيد، وكو موقف فصائل مقاومة تلعب أدوار عسكرية، وكو موقف شعبي داعم للأداء الحكومي وراضي عن أداء الفصائل. قبل يومين فصائل المقاومة العراقية ضربت قاعدة في عسكرية في الجولان، وصار الحديث أنه الأصابات حققت ضربات نوعية بحيث قتلت جنود إسرائيليين. كان ارتياح بالشارع العراقي، هناك فرح أنه من الجيد على فصائل المقاومة أن تصل إلى هذا المستوى بحيث تستهدف جنود إسرائيل وتقتلهم. لا نريد صواريخ فارغة، هكذا صار يتحدث العراقي عن فصائل المقاومة العراقية. وجبهة الإسناد الفصائلية هذه أكو عنها رضا غير معلن من قبل الحكومة، وفصائل المقاومة نفسها لديها رضا على أداء الحكومة، أنه من الجيد أن تلعبين في المحافل الدولية، خطابك الدبلوماسي، تسهيل عمليات إرسال المساعدات، تسهيل عمليات دعم النازحين، وهذا كله متغطي بتوجيه مرجعي من سماحة السيد. هسه على الجانب الرسمي نقول من الممكن أنه واحد ما يقدر يظهر بهذا الأمر بشكل علني، لكن على الجانب الشعبي والجماهيري ليش البعض إذا كان راضي ما يظهر ويدعم؟ الدعم واضح. أستاذ رافض قبل قليل قال بيوت العراقيين كلها مجالس عزاء على سماحة السيد حسن نصر الله. صح. قلوب العراقيين والعراقيات تحولت إلى مجالس عزاء، واليوم هذا الدعم المفتوح لكل النازحين حتى بالسوشيال ميديا واضح. هاي بؤر المثبطة وخطاب التهوين، والله أفراد، وإذا نسوي قائمة أنا وياك عن كم وسيلة إعلام وكم شخص ضد الموقف العراقي الداعم للقضية الفلسطينية وللجبهة اللبنانية، ما يمكن نحسبهم أرقام بسيطة يعني مقابل هذه الملايين والحشود. أنا أقول فصائل المقاومة ذهبت إلى ما هو أبعد من هذا، وهو خلال أسبوع لاحظنا تغريدتين بارزة مؤثرة خلقت حالة جديدة بالمنطقة. التغريدات التي صدرت عن الناطق الأمني باسم كتائب حزب الله العراق أبو علي العسكري، نعم، وهو التلويح بحرب الطاقة. طبعا ترويح بحرب الطاقة يذكرنا بالسبعينات عندما آبائنا رفعوا شعار النفط سلاح في المعركة. هذا التلويح جعل أوروبا الآن بدأت تعيد حساباتها على المستوى العالمي. سمعنا فرنسيين باتجاه حقد قمة لدعم لبنان والحديث عن هذا الموضوع، الأمريكان أبدوا وجه آخر، صارت إسرائيل شبه عبء عليهم. والتهديد بهذا الشكل هو كرت قوة بيد العراقيين وبيد أطراف أخرى لتصغير حجم الكيان، ولأجل أن يعرف العالم أنه كروت القوة بعد ما زالت بيد شعوب المنطقة وقادرة على أن تلعبها. مو من السهل أن تعطل 30% من نفط العالم وخمس الغاز الطبيعي وتوقف إنتاج 12 إلى 13 إلى 15 مليون برميل والعالم على أبواب شتاء، وتحت ضغط الأزمة الأوكرانية الروسية وتحكم روسيا بأيضا مصادر الطاقة هناك. أوروبا تضعف، المعسكر الغربي يعرف تماما التلويح بمثل هكذا كروت هو تلويح مخيف بالنسبة لهم، مدمر بالنسبة لهم. إذا خلقنا معادلة ردع، وقف إطلاق النار أمر وارد في قادم الأيام ممكن؟ يعني في ظل معادلة الردع التي ظهرت إلى السطح مرة أخرى، أولا من خلال فصائل المقاومة العراقية، فصائل المقاومة اليمنية، وأيضا حزب الله نفسه، حزب الله الذي استوعب صدمة اغتيال سماحة السيد القائد حسن نصر الله وتمكن من جديد من إدارة المعركة بالطريقة، حسابات العدو
هذه كلها العملية أعادت إنتاج معادلة الردع التي كانت سائدة على مدار 10-15 سنة 20 سنة الماضية. معادلة الردع لن تترك إسرائيل تفترسنا بهذا الشكل البسيط. المعركة ليست سهلة أمام الكيان الصهيوني الآن. إذا ما كانت أحداث الماضية حققت ضربات هنا حققت مؤثرة كانت هنا، الآن المعادلة رجعت للجانب الجبهة المقاومة. الآن جبهة المقاومة هي التي لها الكعب الأعلى. إذا تسمح لي أستاذ رافد، الحرب النفسية والحرب الإعلامية والدعائية اللي مارسها الكيان وتصدير شخصيات مسخة مثل أفيخاي وغيره، شلون استطاع الكيان أن يؤثر؟ وأيضا المساعدين، يعني مع شديد الأسف نرى بعض الشخصيات من العرب من الذين يطبلون، وحتى بعض المؤسسات الإعلامية العربية التي تطبل وتهول وتسلط الضوء على أخبار وكأنما هي إحدى وسائل إعلام الصهاينة. هذا أفيخاي أنا شبهته بالنمس، يعني أنا أطلق عليه النمس بيني وبين نفسي. هذا النفس النمس شخصية باب الحارة. كراكوز أنا أطلق عليه اسم كراكوز. يعني أنا أستاذ حسين شبهته بالنمس. هذا النمس إلى مشهد. أنا أطلق عليه اسم كراكوز. هذا النمس إلى مشهد يقنع شخص آخر يقول له أنت مدام تشرب الحليب فأنت أخ للخروف. هذا يصدر أستاذ حسين، أكو مشهد باب الحارة يقول له يقنع هذا الجندي اللي عميل لفرنسا يقول له أنت مدام تشرب حليب فأنت أخو الخروف. هذا أفيخاي، يعني أنا شبهته بالنمس، يحاول أحيانا يقول أنا عراقي أصولي عراقية، إحنا ما نريد يعني حربنا ضد مو ضد العرب مو ضد اللبنانيين، إحنا مع حزب الله. طبعا هذا لا يصدق كلامه إلا الخروف. عندنا الكثير من اخوان الخرفان هاي اللي تحكي بالضبط. فانا اعتقد هذه القرقوزات اللي تخرج والنمسات النمس وغيرها هاي الشخصيه الحقيقه لا تؤثر بالمثقف بالواعي بالمقاوم بالمتدين، وحقيقه فقاعات. حتى هذا المتحدث الاخر دانيال هذا اللي طلع لنا كلاشينكوف وقال احنا دخلنا بالاراضي اللبنانيه وشوفوا حزب الله كيف هذه ثكنة عسكرية. حقيقة هاي مسرحيات احنا شايفينها وعارفيها، والمقاومة لا زالت بخير. نعم خسارة السيد حسن نصر الله لا تعوض، وأحدثت لجمة في قلوبنا حقيقة لا تعوض. خسارة يعني بركة رفعت، يعني أنا أعتبر سيد حسن نصر الله وكل المقاومين، لكن رمزية نصر الله شخصيته هذا العطاء هذا التاريخ هذا الجهاد أنا أعتقد بركة من بركات الأرض رفعها الله سبحانه وتعالى بأيادي خبيثة هاي الصهيونية رفعت من لبنان، وإن شاء الله البركة بالأخوان الموجودين. لكن المقاومة لا تزال موجودة بالتأكيد. الضربات موجودة، لكن علينا أن نثقف أن المشروع الصهيوني، نحن لسنا ضد اليهود حقيقة، إحنا مو ضد اليهود، حالهم حال المسيحيين، نتعامل معهم كتابيين ولإسلامنا لدينا نصوص شرعية بالتعامل معهم. نحن ضد الحركة الصهيونية، وخاصة أنه نتنياهو غير اسم المعركة من السيوف الضاربة إلى القيامة، وهي إشارة لأنها حرب دينية، حرب دينية شعواء يقودها نتنياهو. بالمناسبة نتنياهو الآن يتحرك يعني بقطبية، هو يعاني من أزمة داخلية، هذا الحزب المتطرف داخل الكيان الصهيوني يعاني من أزمة يعني داخلية، يعاني من بدأة الدول الأوروب، هو لماذا يتسارع ويعني يحقق بعض الأهداف المدنية، يعني يرتكب مجازر أو حرب عبادة للمدنيين لكي يستبق الزمن يسابق الزمن، لأنه هو في مأزق كبير. بدأت فرنسا تلوح بعدم تأييدها للحرب حرب العسكرية. نعم. بدأت إيطاليا الآن أدانت التجاوز على اليونيفيل يعني قوات حفظ النظام. بدأت إسبانيا أيضا يعني أيضا يعني هي ضد تسليح القوات الكيان الصهيوني. بدأت الكثير حتى المنطقة، يعني الآن أنا حقيقة ضد الروح للمشتركات في موضوع الدول العربية والإسلامية، هناك الكثير من شعوب العالم بدأت تضغط أن الكيان هذه الترسانة العسكرية وخاصة
بعد ضربة الوعد الصادق 2 انكشفت زيف هذه القبة، انكشف يعني زيف ادعاء أن هذا الجيش لا يقهر، واستطاعت الصواريخ طبعا عشر ما تمتلك الجمهورية الإسلامية والمقاومة في لبنان واستخدم حتى هذه اللحظة. فقط تعرضنا لهزة أمنية، نعم نعترف بهذا وعلينا الرجوع إلى الخلف. وأتمنى من أستاذ حسين، أتمنى رسالتي لأستاذ حسين أيضا الأخوة اللبنانيين الموجودين، إخفاء يعني الأمين العام لحزب الله. خلينا نشتغل بدون أمين، بدون اسمه، خلينا لنقول هذا خليفة السيد حسن نصر الله، خلينا نعمل بإخفاء الاسم لهذه الفترة لكي لا يتم اغتياله. حقيقة أنا إذا تسمح لي الآن خبر عاجل أيضا، مسيرتين من لبنان دخلت إلى داخل تل أبيب وتصيب مباني وتؤثر تأثير كبير على هذه المباني. صفارات الإنذار أيضا تدوي في تل أبيب. أستاذ حسين أسألك، يعني ضربات المقاومة رغم كل ما حدث اليوم نشاهد المقاومة تستطيع أن تصل إلى داخل تل أبيب وتؤلم وتؤثر بشكل كبير على الكيان الصهيوني، وحتى الصور التي استطاعت الحصول عليها المقاومة قبل يوم أو يومين من خلال طائرة الهدهد أيضا رسالة مهمة جدا. أنا أسألك عن ردك لمن يشكك بقدرات حزب الله وتأثيرها وقوتها وعزيمتها بعد الأحداث الأخيرة. شوف أخي الكريم، يعني لا أحد ينكر بأنه خسارتنا خسارة كبيرة، وما يمثله سماحة السيد كقائد للمقاومة، كقائد ملهم إدارة المعركة إضافة إلى القادة الآخرين، لا أحد ينكر هذا الأمر. لكن الحمد لله أنا أتحدث لك الآن معلومات. نعم. قبل يومين تقريبا كان لدينا لقاء خاص، ويعني تم الحديث بشكل واضح أنه استطاع حزب الله بشكل عام أن يتم امتصاص الضربة أو الصدمة أو ما جرى سميه ما شئت، وعمليا تم تعيين أشخاص مكان كل القادة الذين استشهدوا، وتم إعادة عملية التواصل ما بين غرفة العمليات العسكرية والقيادة السياسية والقيادة الإعلامية، وبدأت العمليات التصاعدية بالنسبة للمقاومة. هذا قبل يومين بالتحديد. واليوم إذا أردت أن أجري مقارنة بين عندما تحدث لنا أحد المسؤولين بهذا الكلام ومقارنة بما يجري أو ما جرى خلال 48 ساعة، فعلا نجد أن هناك عمليات تصاعدية من قبل المقاومة، وأن المقاومة على صعيدين تعمل، الصعيد صعيد المواجهة البرية وهناك استبسال من قبل المقاومين ومواجهات من نقطة صفر مع عملية تنفيذ الخطط المرتبطة بحرب العصابات، جر العدو إلى المكان الذي تريده المقاومة، نصب كمائن، تفجير عبوات، والإسرائيلي باعترافه حتى الآن لم يستطع أن يحقق إنجاز بري يمكن أن يعتد به بالحرب. بحرب العصابات لو استطرت هنا، بحرب العصابات ليس هدف المقاومة أن تدافع عن منزل، بحرب العصابات الهدف كم أستطيع أن أقتل من الخصم، من العدو، من المتقدم، بتصبح هناك حرب استنزاف. أضف إلى ذلك أحياناً بيكون هناك انسحاب يسمى بالعسكر انسحاب تكتيكي، حتى العدو يدخل من الممر الذي تريده المقاومة لأنها تنصب كمائن وتفجر أبوات، وهذا ما تنفذه المقاومة اليوم ووحدة الرضوان في الجبهة. على الصعيد الثاني والمهم، تصاعد وتيرة رمي الصواريخ وأطلاق الصواريخ. طيب الإسرائيلي منذ عام وخصوصاً في الشهرين الأخيرين وصولاً إلى الأيام التي اغتال فيها سماحة السيد، هو يقول بأنه نحن دمرنا منظومة الصواريخ وقتلنا قائد منظومة الصواريخ ودمرنا منصات الصواريخ، بينما معدل ما بين 200 إلى 300 صاروخ يومياً تطلق من قبل المقاومة، إضافة إلى المسيرات التي أصبحت تدك عمق كيان الاحتلال الإسرائيلي. هذا بالعسكر اليوم أي قارئ عسكري، أي محلل عسكري، أي محلل أمني، أي عميد يمكن أن تكون لديه هذه المشاهد وهذه التطورات يخرج بنتيجة أنه فعلا
استطاع الإسرائيلي أن يقتل قائد المقاومة، لكنه لم يستطع حتى الآن أن يؤثر على الروح المعنوية جيد. أو على ممتاز جدا أستاذ حسين، إذا تسمح لي أسألك لكن باختصار أريد الإجابة، أنه الرئيس اللبناني صرح بأنه قدم، رئيس الوزراء اللبناني صرح بأنه قدم طلب إلى الأمم المتحدة لوقف، إلى مجلس الأمن لوقف إطلاق النار. أيضا الشيخ نعيم قاسم قال أنه فوضنا نبيه بري للأخ الأكبر بهذه المهمة. أنا أسألك اليوم، هل موقف حزب الله ينسجم مع موقف الحكومة اللبنانية بهذا الاتجاه؟ شوف، حتى أكون صريح وسأختصر، ولكن هذا الموضوع جدا مهم. أولا بما له علاقة بالقرار 1701، هذا القرار البعض يعتبر أنه هذا القرار هو قرار جديد، يعني وكأنه إذا هلأ وافق عليه حزب الله كأنه حزب الله تراجع. أبدا أخي الكريم، طبعا كلام للمشاهدين ولمعرفة تفاصيل هذا الموضوع. قرار 1701، هذا القرار صدر عام 2006، يعني بمعنى هو على أساسه سميت وقف الأعمال القتالية في جنوب لبنان عام 2006. عندما وافق حزب الله على وقف الأعمال القتالية، إذا وافق على القرار 1701، يعني مسألة ليست بالشيء الجديد. على الحكومة اللبنانية أن توضح هذا الأمر وتطلب من الإسرائيلي أن يلتزم بالقرار 1701 وليس من لبنان. يعني بمعنى الإسرائيلي هو الذي كان يخرج يوميا، الإسرائيلي الذي كان يعتدي. بما له علاقة بوقف إطلاق النار الآن، هذا مطلب واضح من قبل المقاومة ومطلب واضح من قبل حزب الله، وسلم هذا الأمر للرئيس نبيه بري. أي بمعنى أنه ما تحكوا معنا بأي شيء إذا لم يكن هناك وقف إطلاق نار بعدها لكل حادث حديث. البعض فسر أنه فصل الجبهات، البعض فسر أنه والله ممكن أنه حزب الله يوقف. لا أبدا، ليس الموضوع مرتبط بوقف جبهات، وليس الموضوع مرتبط بما له علاقة بالمرحلة المقبلة. لكن هنا أريد أن أختم حتى لا أطيل. لا أتوقع، وهذه النقطة سجلها عندي، لا أتوقع أن يكون هناك واضح قبول جداً إسرائيلي بوقف إطلاق نار. إذا تسمح لي باقي لي دقيقة المراوغة كما جرى في قطاع غزة. ممتاز جدا أستاذ سلام. توقعاتك لقادم الأيام، المقاومة قادرة بالعدة والعدد أنه تأثر، ربما تصعد من عملياتها؟ وأيضا أسألك، هل هناك أيضا رد إسرائيلي محتمل في قادم الأيام بشكل رسمي على الجمهورية الإسلامية؟ نعم، معادلة الردع باختصار شديد، نعم، إعادة إحياء معادلة الردع من جديد بهذه القوة ستكون حاسمة في هذا الموضوع. صواريخ الولاية التي دكت الكيان جعلت الكيان يعرف حجمه الطبيعي، أي محاولة أخرى سيتعرض إلى ضربة أخرى. هذا على المشهد معادلة الردع بشكل عام. على مشهد الجبهة اللبنانية، هذا العمليات اليومية المتكررة، سماح السيد حسن نصر الله كان قائد في حياته وبعد استشهاده تحول إلى قيادة. نرى حزب الله كله نصر الله هذه الأيام. إسرائيل دخلت في مرحلة العمى، والدليل أنها يوم أمس قالت قتلنا وفيق صفا مسؤول التنسيق والارتباط، واتضح أن العملية فاشلة، بل حماقتها دعتها اليوم إلى ضرب اليونيفيل وضرب الجيش اللبناني والإدانات تكررت. أستاذ رافد، العراق مستهدف، من الممكن أن يقصف خلال هذه الفترة؟ أنا أعتقد التكتيك الكيان الصهيوني هو الاستهداف، استهداف شخصيات، استهداف مقرات تنسيقية، يعني إدارة، ممكن حتى الضربة. يعني أنا أتوقع الرد الكيان الصهيوني أو ضربة الكيان الصهيوني المستهدفة بها الجمهورية الإسلامية، أنا أعتقد ستحصل، لكن ستحصل بتكتيك آخر، لأن باعتبار أن هنالك ضغطا عالميا لإيقاف تهور نتنياهو بشكل رسمي مستوعب. لا أعتقد هي الضربة جاري العمل بها، يعني المجلس ما يعرف بالمجلس الأمني الصهيوني جاري بها. فقط إشارة أنا أتمنى أنقلها للأستاذ حسين، إخفاء شخصية الأمين العام، عدم إبراز شخصية الأمين العام أو خليفة السيد حسن نصر الله بشكل مؤقت. الباحث في الشأن السياسي الأستاذ رافد العطواني، أشكرك جزيل الشكر، ورئيس مركز المعلومة للتحليل السياسي الأستاذ سلام عادل، شكرا جزيلا لحضرتك، والكاتب والإعلامي اللبناني الأستاذ حسين مرتضى، شكرا جزيلا لك. إذن مشاهدينا، ختام محور حديث حلقتنا لهذا اليوم بأبرز ما جاء في منصة إكس حول الوقفة التضامنية في ساحة التحرير.
مشاهدينا حصاد الليل انتهى، شكرا لكم وإلى اللقاء.